السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو هذا سنقوم بتصحيح سلسلة الثمانية رقم واحد الخاصة بالدرس الثاني للكيمياء للسنة الثانية بكالوريا لجميع الشعب العلمية، اللي هو التتبع الزمني لتحول كيميائي. إذا بداية الرابط ديال الدرس اللي مازال ما طلعش عليه، غنخلي لكم الرابط ديالو في أسفل ديال الفيديو. كذلك بالنسبة لهذه السلسلة غنقتصر فيها على تمرين واحد لأنه طويل نوعا ما، والرابط ديالها بصيغة PDF غتلقاوها أيضا في أسفل ديال الفيديو في الصندوق ديال الوصف، وكذلك غتلقاوها مع السلاسل ديال التمارين السلسلة رقم 2 والسلسلة أيضا رقم 3. إذا بالنسبة للتمرين الأول يقول عند اللحظة T تساوي 0 نحضر لتران من محلول مائي S وذلك بمزج حجم V1 كيساوي 0.5 لتر من محلول يودو البوتاسيوم اللي الصيغة ديالو كابليس زايد إي موان، تركيز المول سي واحد كيساوي 0.4 مول في اللتر موانزا مع حجم في جوج كيساوي 0.5 لتر من محلول بيروكسو ثنائي كبريتات اللي الصيغة ديال المتفاعل هي اس اثنان و تمية جوج ناقص دي، تركيز مولي سي اثنان كيساوي 0.3 مول في اللتر موانزا. إذا المضمون ديال هذا التمرين هو أنه عندنا متفاعلين قمنا بمزجهما، مزوجتان المتداخلتان في التفاعل هما إي 2 إي موان و إس جوج أو 8 جوج ناقص إس 4 جوج ناقص. دونك المشكل اللي كطرح فيه الأغلبية هنا هو ما كعرفش يحدد شكون هما متفاعلات. إذا المتفاعلات غالبا كيكونوا مكتوبين في المعطيات ديال التمرين. إذا هنا مثلا متفاعل واحد متفاعل باين قال لك مع حجم من محلول بيروكسو ثنائي كبريتات اس جوج او 8 جوج ناقص، إذا عطاونا هذا بأنه متفاعل. إذا هذا اس جوج او 8 جوج ناقص غنمشي نقلب عليه في مزوجتين، إذا هو هذا دونك هذا مؤكسيد لأنه هو اللي كيتكتب في الأعلى، والمختزي ديالو هو اس 2 او 4 جوج ناقص. بما أن اس 2 او 8 جوج ناقص مؤكسيد وبالتالي غيتفاعل مع المختزي ديال المزوجة الثانية، إذا غيتفاعل مع المختزل حيت دائما المؤكسيد كيتفاعل مع المختزل. ثم من بعد إذا بعد ما عرفت المتفاعلات في هذه الحالة ممكن نكتب أنصاف ديال المعادلة أكسد اختزال. إذا غنبدا مثلا بإي جوج دونك عفوا غنبدا بالمزوجة الأولى، إذا قلنا اللي غيتفاعل هو المختزل، إذا غيتفاعل إي موان دونك بما أنه مختزل إذا ما يكونوش الإلكترونات في الجهة ديالو غيكونوا في الجهة الأخرى، دونك هنا إي جوج زائد الإلكترونات. من بعد كنوزن المعادلة غتلاحظوا هنا تحت من إي كاينة جوج، إذا غادي نضرب هنا في جوج باش تكون متوازنة. كذلك الإشارة السالبة كاينة هنا جوج ناقص، إذا أيضا هنا غادي نضيف إثنان، كانت ناقص وحدة وهاد جوج اللي قبل كتعني جوج. ثم بالنسبة للمزوجة الثانية إذا غنبداو بالمؤكسيد اللي هو إس إثنان أو ثمانية جوج ناقص، دونك بما أنه مؤكسيد إذا الإلكترونات غيكونوا وحدة، ثم كنديرو سهمين أو كنديرو المختزل اللي هو إس أربعة جوج ناقص. من بعد كنوزن المعادلة غتلاحظو تحت من إس كاينة إثنان، هنا في النواتج ما كاين التراكم إذا خصنا نضربو في جوج، هنا الأكسجين كاينة ثمانية ملي ضربت في جوج أيضا رجعت ثمانية. كذلك ردوا بالكم مع الشحان، هنا عندي جوج ناقص إذا ضربتها في هاد جوج غترجع أربعة، إذا إثنان في إثنان أربعة، وهنا عندي غير جوج ناقص إذا خصني أيضا نزيد جوج باش يكونوا العدد ديال الشحان في المتفاعلات ويكون كيساوي العدد ديال الشحان في النواتج. ثم من بعد كنختزلوا بالإلكترونات، غتلاحظوا بأنهم عندنا في الطرفين كنختزلوا بهم وكنديروا المجموع كنجمعوا هادو، دونك كنديروا المجموع وكنحصلوا على المعادلة الحصيلة للتفاعل. دونك المعادلة الحاصلة للتفاعل تكتب على الشكل التالي، إذا إثنان إي موان، إثنان إي موان زائد إس إثنان زائد إس إثنان أو ثمانية جوج ناقص، ثم كنديرو سهم واحد، إلكترونات مكنكتبهمش حيت اختزلنا بهم، دونك الناتج هو ثنائي اليود إي جوج زائد إس أربعة إثنان ناقص، إذا هذه هي المعادلة الحاصلة للتفاعل. السؤال اثنان يقول احسب كمية المادة البدئية لكل من المتفاعلين، إذا المتفاعلين هو إم وان ثم إس جوج أو ثمانية جوج ناقص، إذا كمية المادة كنغزلها بإن دونك ديال إم وان، وبالتالي شنو غتساوي لينا؟ غتساوي سي واحد في في واحد. الكمية المادة ديال المتفاعل الثاني اللي هي إس اثنان أو ثمانية جوج ناقص غتساوي لينا سي اثنان في في اثنان. ثم كنديرو تطبيق عددي. ألوغ بالنسبة لسي واحد عفوا هي 0.4 هي في المعطيات، إذا 0.4 في في واحد هي 0.5 0.5 دونك تساوي بالنسبة لسي اثنان هي 0.3 غنضربوها في في اثنان اللي هي 0.5 عندهم نفس الحجم أيضا تساوي، إذا 0.4 في 0.2 غتلقاوها في 0.4 عفوا في 0.5 غتلقاو 0.2
مول، كمية المادة كتكون بالمول. هنا 0.3 في 0.5 غتلقاو 0.15، وهنا أيضا كمية المادة كتكون بالمول. اللي بغا يكتب كتابة علمية غيدير 1.5 في 10^2 مول، مول عفوا 1.5 في 10^1 مول عفوا. ثم من بعد مطلوب منا استنتج التركيزين الموليين البدئيين لهذين المتفاعلين. يعني دام غينا التركيز البدئي دابا باش كنحدو باش نفهمو شنو وقع، خدينا جوج ديال المتفاعلين، واحد الحجم ديالو 0.5 لتر والثاني الحجم ديالو 0.5 لتر، وقمنا بمزجهما خلطناهم. اذا ملي غنخلطوهم الحجم راه كيتبدل، حيت خلطنا نص لتر مع نص لتر، اذا الحجم الكلي في هذه الحاله غيكون لتر، وبالتالي التركيز ديالهم كذلك غيتغير. علاش؟ لان الحجم تغير. دونك باش كنحسبوا التركيز ديال البدئي ديال هذه المتفاعلات كنطبقوا القاعده التاليه. اذا كنديروا اي موان التركيز البدئي كيدار بين معقوفتين، شنو كيساوي؟ كيساوي كميه الماده البدئيه يعني سي واحد في في واحد قسمه في توتال، قسمه الحجم الكلي. نفس الشيء بالنسبه للعنصر الثاني، اذا اس 2 او 8 جوج ناقص، كذلك غيساوي لينا سي 2 في في 2 قسمه في توتال مع دونك مع في توتال. في توتال راه هي في 1 زائد في 2، دونك في 1 راه هي 0.5 لتر هي في معطيات، وفي 2 هي 0.5، يعني غدير 0.5 زائد 0.5 دونك كيساوي 1 لتر. اذا الحجم الكلي هنا هو 1 لتر في توتال. ثم كنديرو تطبيق عددي. اذا بالنسبه لسي 1 في 1 راه حسبناها في السؤال الاولاني هو 0.2، بغيتي تعاود تحسبها غدير 0.4 في 0.5. في توتال قلنا هي 1. ثم بالنسبه لسي 2 في 2 ايضا حسبناها 0.15، الى قسمتي على في توتال اللي هي 1، وبالتالي الخارج غيبقى نفسه. اذا هنا 0.2، ولكن بما انه التركيز الوحده ديال التركيز هي المول في اللتر موانز، وهنا 0.15 والوحده هي المول في اللتر موانز. السؤال 3 يقول انشئ الجدول الوصفي لتقدم التفاعل. اذا هنا بالنسبه للجدول باش نربح شويه ديال الوقت كنخليه مرسوم، وهادي كلكم كتعرفوا ترسموه. دونك بالنسبه للخانه الاولى كنكتبوا فيها المعادله ديال التفاعل، هي المعادله الحاصله اللي توصلنا ليها. اذا 2 اي موان المعادله اللي جاوبنا عليها في السؤال الاول زائد اس 2 او 8 جوج ناقص، ثم الناتج هو ثنائي اليود اي 2 زائد اس 4 جوج ناقص. الوغ بالنسبه للتقدم في الحاله البدئيه كيكون 0، خلال التحول كيكون اكس، ثم في الحاله النهائيه كيكون اكس ماكس. اكس ماكس اذا هنا بالنسبه للجدول باش كنملو. اذا هنا كنديروا كميه الماده ديال ان ديال اي موان. دونك انا باش ما نبقاش نكتب كل مره اي موان غادي نرمز ليها مثلا بان 1 يعني ديال اي موان. هنا اس 2 او 8 جوج ناقص غادي نكتب ان 2. انت ممكن دير ان بين قوسين اس 2 او 8 جوج ناقص، وهنا كذلك ممكن دير ان بين قوسين اي ناقص. الو هنا بالنسبه للنواتج صفر حيت باقي ما تكونوش، خلال التحول كنقصوا اكس، اذا ان 1 ناقص اكس. ولكن ردوا بالكم مع المعاملات التناسبيه، هنا قبل من ام 1 شنو كاين؟ كاينه 2، اذا غنقص 2 اكس. ثم هنا بالنسبه لاس 2 او 8 ناقص غادي ندير ان 2 ناقص اكس، ما غادي ندير حتى عدد هنا. علاش؟ حيت قبل من اس 2 او 8 جوج ناقص ما كاين حتى رقم هنا، هنا ما كاين حتى رقم، كاين واحد، اذا ما كنكتبو حتى حاجه. ثم بالنسبه لاي 2 غادي ندير اكس، وهنا بالنسبه لاس 4 جوج ناقص ايضا غادي نديرو اكس. كون كان مثلا هنا 3 اس 4 جوج ناقص كنت غندير 3 اكس. الحاله النهائيه كنزيدو ماكس، اذا كنعاودو نكتبو نفس التعبير، اذا ان 1 ناقص 2 اكس ماكس، ثم هنا ان 2 ناقص اكس ماكس، وهنا اكس ماكس، وهنا ايضا اكس ماكس. فوالا. اذا هذا بالنسبه للجدول. السؤال 4 يقول عفوا حدد تقدم الاقصى اكس ماكس ثم المتفاعل المحيط في هذه التجربه. اذا باش كنحددوا التقدم الاقصى كلكم كتعرفوا الطريقه، يعني كنديروا فرضيات كنفترضوا بان ام 1 هو متفاعل محيط. بما انه متفاعل محيط اذا ان 1 ناقص 2 اكس ماكس كتساوي صفر، وبالتالي كتحسب اكس ماكس. من بعد كدير نفترض ان اس 2 او 8 جوج ناقص هو المحيط، كدير ان 2 ناقص اكس ماكس كتساوي زيرو، وكتحسب اكس ماكس وكتقارن بيناتهم، اللي لقيتيه اصغر هو اكس ماكس. هذه طريقه. الطريقه الثانيه المبسطه هي انه كتاخذ كميه الماده ديال المتفاعلات
كتقسمها على معاملات تناسبيه. مثلا ام 1 مو معامل تناسبي هو 2، اذا غندير ان 1 على 2. اس 2 او 8 2 ناقص معامل تناسبي هو 1، يعني غندير ان 2 على 1، وداك الخارج اللي يخرج لنا في الحالتين غنقارنوهم وكناخذوا اصغر قيمه. اذا هنا باش نجاوبوا على السؤال غادي نكتب نقسم كميات الماده البدئيه، نقسم كميات الماده البدئيه على المعاملات التناسبيه، على المعاملات التناسبيه ونختار اصغر قيمه، ونختار اصغر قيمه، ونختار اصغر قيمه. اذا بالنسبه للحاله الاولى ان ديال ام 1، اذا غادي ندير ان ديال اي موان، غنقسمو على معامل التناسب، يعني الرقم اللي مكتوب قبل من ام 1 هو 2، اذا نقسمو على 2. ان ديال ام 1 راه حسبناها في السؤال الاول هي 0.2، دونك غنقسمها على 2 غنلقى هي 0.1 مول، حيت هذه كميه الماده. ثم غندير نفس الشيء بالنسبه لاس 2 او 8 2 ناقص، اذا ان ديال اس 2 او 8 2 ناقص غنقسم على المعامل التناسب، يعني الرقم اللي مكتوب قبل منها هو 1، هنا كاشاره فقط راه ما كاين حتى رقم، اذا كنقسمو على 1، تساوي ان ديال اس 2 او 8 2 ناقص هو 0.15، الى قسمنا على 1 غنلقاو هي 0.15 نفسها مول. ثم كنختاروا اصغر قيمه، شكون هي اصغر قيمه؟ هنا هي 0.1، اذا التقدم الاقصى هو 0.1، والمتفاعل المحيد هو ام 1، هذاك اللي خديتي ديك القيمه ديالو هو اللي كيكون المحيد. دونك ومنه اذا اكس ماكس تساوي اصغر قيمه اللي هي 0.1 مول. دونك وبالتالي فمتفاعل محيد، وبالتالي فالمتفاعل المحيد هو اي ناقص، هو اي موان. فوالا، اذا هذه طريقه مبسطه اللي بغى يدير الفرضيات، اذا كان هذا هو المحيط ثم من بعد الفرضيه الثانيه وكيختار اصغر قيمه راه نفس الشيء بحال بحال اللي بغيتي جاوب به. السؤال 5 يقول باعتمادك على الجدول الوصفي بين ان اكس دو تي تساوي اي 2 عند لحظه تي و في تي مع في تي تساوي اي 2 زائد تساوي في 1 زائد في 2 عفوا. اذا هنا قال لك باعتمادك على الجدول الوصفي، اذا خصنا نرجعوا لهذا الجدول الوصفي، وحنا هنا كنهضروا على اي 2، اذا لاحظوا معايا اي 2 عند لحظه يعني خلال التحول. دونك خلال التحول شوفوا شنو مكتوب هنا، مكتوب اكس، وهاد اكس شنو هي؟ راه هي ان ديال اي 2، راه هي كميه الماده، اذا خصكم تعرفوا بان هاد اكس راه هو ان، راه هو كميه الماده. اذا الكميه ديال الماده اللي غتكون ديال ثنائي اليود عند واحد اللحظه شنو هي؟ هي اكس. وكمية المادة باش كنزولها كنزولها بإن، بمعنى أن إن ديال إي جوج تساوي إكس، كمية المادة المتكونة ديال إي اثنان تساوي إكس، تساوي التقدم، هذا هو المعنى ديالها. إذا غادي نكتب هنا كمية مادة ثنائي اليود، كمية مادة ثنائي اليود المتكونة عند لحظة تي هي، عند لحظة تي هي. شنو هي هاد كمية المادة؟ هي ان ديال اي جوج، شنو هي؟ هي اكس، كتساوي لينا اكس. وحنا كنعرفو ولدينا، حنا كنعرفو بأن راه ان ديال اي جوج شنو كيساوي؟ كيساوي التركيز البدئي، دونك التركيز الفعلي ديال اي جوج فوا في توتال في الحجم الكلي، حيت خلطنا المتفاعلات. دونك شنو غنديرو؟ غنعوضو واحد في اثنان. اذا هنا عندنا ان ديال اي جوج تساوي اكس، وعندنا ان ديال اي جوج تساوي اي جوج فوا في دو تي. شنو كيعني هذا؟ كيعني بان اكس تساوي اي جوج فوا في دو تي، بحال الا قلتي ا تساوي بي ثم عندنا ا تساوي سي، اذا شنو كيعني؟ كيعني بان بي راه تساوي سي. اذا ومنه دونك عوض هاد ان ديال اي جوج غنكتب اكس، ومنه اكس يعني عند اللحظه تي راه تساوي اي اي 2 عند اللحظه تي، يعني كميه الماده يعني التركيز المتكون عند اللحظه تي فوا في توتال، وبالتالي كنتوصلوا هاد العلاقه اكس دو تي تساوي اي جوج عند لحظه تي فوا في دو تي. هاد تي اللي كنزيدو يعني خلال واحد اللحظه، هذا هو المعنى ديالها. السؤال تيقول
استنتج قيمة التركيز الأقصى إي جوج ماكس لثنائي اليود المتكون عند نهاية التفاعل. إذا يعني التركيز الأقصى شنو غادي نديرو؟ عوض هاد تي غنديرو ماكس، إذا إكس عوض تي غادي نكتب ماكس تساوي تركيز ديال إي جوج عوض تي أيضا غنكتب ماكس فوا في توتال، هذا ثابت ما كنديروش ليه ماكس، حنا كنقلبو على إي جوج ماكس. دونك ومنه إي إتناني ماكس يعني التركيز الاقصى المتكون غيساوي لينا هنا في توتال ضرب، الى ديت عند اكس ماكس غترجع قسمه، اذا اكس ماكس على في توتال. ثم كنديروا التطبيق عددي، بالنسبه لاكس ماكس راه هو 0.1 راه حسبناه في السؤال قبيله من بعد الجدول، في توتال هو 1 لتر، اذا الى حسبتي تطبيق عددي غادي تلقاها كيساوي 0.1 مول في اللتر موانز. اذا بالنسبه للتقدم الاقصى اكس ماكس اللي نسى عليها هو 0.1 وفي توتال راه هو 1 هو 0.5 زائد 0.5. اذا نمشيو للجزء الثاني، يقول لتتبع تطور هذا التفاعل عند درجه الحراره 50 درجه ناخذ بصفه منتظمه على راس كل دقيقه عينات من المحلول ثم نضيف لها الماء المثلج وبعد ذلك نحدد التركيز المولي لثنائي اليود المتكون خلال الزمن عن طريق معايرتين بواسطة أيونات تيوكيبريتات إس جوج أو ثلاثة جوج ناقص. المضمون ديال هاد الجملة هو أنه باش نتبعو التطور ديال هاد المجموعة عند درجة حرارة 50 درجة سلسيوس كناخدو عينات على رأس كل دقيقة، يعني كدوز دقيقة كناخدو واحد العينة من داك الخارج ثم من بعد كنزيدو ليه الماء المثلج وكنديرو المعايرة بطبيعة الحال. أدت القياسات التجريبية إلى خط منحنى تغير تركيز ثنائي اليود الناتج بدالة الزمن. دونك النتائج ديال القياسات حصلنا على هذا المنحنى اللي كتشوفوه هنا في الصوره. دونك هنا عندنا تغير ديال التركيز بداله الزمن، في محور الارتيب كاين التركيز، في محور الافاصيل عندنا الزمن بالدقائق. دونك السؤال هو يقول ما الفائده من استعمال الماء المثلج؟ هنا الى لاحظتوا اولا بان هذا التفاعل دار في 50 درجه يعني في حراره مرتفعه، ثم اننا على راس كل دقيقه كناخذ واحد العينه، اذا هذيك العينه الا خديتيها الا خديتيها مثلا ودرتيها في واحد الاناء راه التفاعل باقي كيستمر بحال الا خديتي شويه من المحلول ولكن التفاعل باقي مستمر. حنا بغينا نديرو قياس ديال التركيز في ديك اللحظه بالضبط، اذا باش نديرو قياس ديال التركيز في ديك اللحظه اللي خدينا فيها العينه راه خصنا نوقفوا التفاعل، لان الا ما وقفناش التفاعل راه التفاعل كيتطور يعني غيوقع لينا تغيير يعني ما نلقاوش قيم اللي هي مضبوطه في ديك اللحظه بالضبط. اذا باش ناخذ التركيز باش نعرفوا التركيز في ديك اللحظه شنو كنديروا؟ كنزيدوا الماء المثلج، وملي كنزيدوا هذا الماء المثلج راه كنأثروا على العوامل الحركيه اللي كتعرفوا اللي شفنا في الدرس الاول. العوامل الحركيه هما جوج، كاين درجه الحراره وكاين التركيز ديال المتفاعلات. اذا انت ملي كتزيد الماء المثلج شنو كدير؟ كتبرد الخليط وبالتالي كتنقص من درجه الحراره، يعني انك اما كتبطئ التفاعل او لا ممكن تدي به الى التوقف كلي. ثم كذلك انك ملي كتزيد الماء راه كتقوم بعمليه التخفيف، وشنو كنقصد بعمليه التخفيف؟ هو انك تقلل من التركيز ديال المتفاعلات. اذا ملي كنزيدوا هذا الماء المثلج راه كنقصوا من درجه الحراره وكنقصوا من التركيز وبالتالي توقيف التفاعل، كنوقف التفاعل. اذا الفائده من استعمال الماء المثلج دونك هو توقيف التفاعل، توقيف التفاعل كنوقفوا التفاعل باش نديروا قياس ديال التركيز بسبب تخفيض درجة الحرارة، بسبب تخفيض درجة الحرارة وتركيز المتفاعلات. اذا ملي زدنا الماء راه نقصنا درجه الحراره وفي نفس الوقت خفضنا من التركيز ديال المتفاعلات وبالتالي كنديو الى توقف التفاعل. السؤال 8 يقول حدد معللا جوابك زمن نصف التفاعل تي اندومي. اذا عند اللحظه تي اندومي لدينا هادي شفناها في الدرس. دونك شنو اللي عندنا؟ عندنا بان اكس عند اللحظه تي اندومي يساوي، دونك هذا اكس بعدا، دونك اكس عند لحظه تي اندومي كيساوي شنو؟ كيساوي اكس ماكس تقدم الاقصى على جوج. ومن بعد شنو كنديرو؟ كنقسمو اكس ماكس على جوج، كنمشيو للمنحنى وكناخدو تي اندومي. هاد الشيء وقتاش كنديروه؟ كنديروه ملي كيكون عندنا تغير ديال التقدم بداله الزمن. ولكن الا شفتو هنا في المنحنى، لاحظوا هنا في المنحنى ما عندناش تغير التقدم بداله الزمن، ما عندناش هنا اكس، هنا عندنا التركيز،
اذا هاد القاعده دي ما بقاش صالحه. اذا خصنا نحاولوا نلقاو شي علاقه اللي غيكون فيها جوج ويكون مقسوم على جوج، عاد باش يمكن لينا نستغلوا هاد الملحمه. اذا في هاد اكس ماكس على جوج كنطبقوها فقط ملي كيكون عندنا تغير ديال التقدم بدلاله السهم. اذا غنحاولوا نلعبوا بديك اكس ماكس باش ندخلوا عليها اي جوج. حنا كنعرفوا اولا في العلاقه اللي بيننا قبيله، ولدينا دونك في العلاقه اللي بيننا قبيله لقينا بان اكس شنو كيساوي؟ راه كيساوي اي جوج، كيساوي اي جوج فوا في توتال. دونك ومنه شنو غادي ندير دابا؟ هاد اكس هادي غنزيد لها تي اندومي، يعني اكس عند اللحظه تي اندومي. اذا اكس عند اللحظه تي اندومي شنو غيساوي؟ غيساوي التركيز ديال اي جوج، التركيز ديال اي جوج عند اللحظه تي اندومي فوا في توتال. حنا اصلا هنا راه عندنا اكس عند اللحظه تي، هنا اصلا راه كاينه تي، وهنا ايضا كاينه تي. دونك عوض هاد تي هادي درت تي ان دومي، يعني في واحد اللحظه محدده، يعني في زمن نصف التفاعل بالضبط. ثم من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نستخرج اي جوج من هاد العلاقه. دونك غتولي عندي اي 2، اي 2 عند اللحظه تي ان دومي تساوي اكس عند اللحظه تي ان دومي قسمه في توتال. هنا في توتال ضرب ديت عند اكس عند اللحظه تي ان دومي قسمه في توتال. وحنا هاد اكس عند اللحظه تي ان دومي راه عرفنا شنو كتساوي، كتساوي اكس ماكس على جوج. اذا عوض اكس عند اللحظه تي ان دومي غنكتب اكس ماكس على جوج. دونك وبالتالي تساوي اكس ماكس على اثنان على في توتال، على في توتال. دونك تساوي هنا جوج غنهبطو على البسط، وبالتالي غتولي اكس ماكس على جوج في توتال. غنديرو التطبيق عددي، اكس ماكس هو صفر فاصلة واحد ثم جوج في في توتال اللي هو واحد. الى حسبتي صفر فاصلة واحد الى قسمتي على جوج غتلقى هي صفر فاصلة صفر صفر فاصلة صفر خمسة، صفر فاصلة صفر خمسة مول في اللتر موانزان، مول في اللتر موانزان. مبقاش عندي فين نكتبها هنا. اذا حنا عرفنا دابا اي جوج عند اللحظة تي ان دومي، اذا هذا هو الهدف. وردوا بالكم هنا في التمارين راه ماشي دائما كيعطيك اكس في المنحنى، ممكن يعطيك التركيز، ممكن يعطيك الموصليه، ممكن يعطيك الضغط. حنا غادي نشوفوا كاع هاد الحالات هادو في التمارين، يعني في السلسله الثانيه غتلقاو فيها حاله مختلفه، والسلسله الثالثه غتلقاو فيها حاله اخرى مختلفه، يعني غادي نحاولوا نجاوبوا على هاد الحالات كاملين. اذا دابا بعد ما حسبت اي جوج عند لحظه تي ان دومي لقيناه كيساوي 0.05. دونك شنو غيبقى ليا؟ خصني نقلب على هاد 0.05 في المنحنى. باش نقلب عليها دونك اي جوج كاينه في محور الاراتيب، خصني نقلب على 0.05 هنا. اذا هنا لاحظتوا كاينه 0.04 وكتبعها مباشره 0.06. اذا 0.05 غادي تجي بيناتهم، اذا بيناتهم بجوج هو هذا، هذا هو المنتصف. اذا هنا عندي 0.05 يعني اي جوج عند لحظه تي ان دومي. من بعد شنو كنديروا؟ كندير اسقاط على المنحنى، اسقاط افقي. غنلاحظوا بانهم كيتقاطعوا هنا في هذه النقطه. من بعد غادي ندير اسقاط اسقاط راسي، اسقاط راسي. دونك هاجي هنا نورمالمون خصني نستعمل المسطره، يعني بالنسبه لكم نتوما خصكم تستعملوا مسطره، انا في البيسي ما كنتحكمش فيها مزيان. اذا هاد البلاصه هادي اللي كيتقاطع فيها مع المنحنى هنا، هاد النقطه هادي راه هي اللي كتمثل لينا تي ان دومي. اذا هاد 0.05 راه هي اي جوج عند لحظه تي ان دومي، وهاد الاسقاط هذا راه هو تي ان دومي. ثم كنحددوا هاد تي ان دومي. باش نحددوها خصنا نعرفوا شحال كنزيدوا في هاد التدريجات. غنذكركم بالقاعده اللي قلت لكم في الدرس. اذا غناخذوا 20 مثلا، غنقصوا منها 10، وممكن تاخذ 30 ناقص 20 الى غير ذلك، غتقسمها على عدد التدريجات اللي ما بين 10 و 20. عدد التدريجات هو عدد المربعات، عندي واحد مربع، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، إذا غنقسمو على خمسة. دونك 20 ناقص 10 هي 10 قسمة 5 تساوي 2. شنو كتعني هاد جوج؟ كتعني بأن كل تدريجة، كل شرطة صغيرة كتمثل جوج، يعني كنزيدو بجوج، وكنجيو كنقراو القيمة. إذا عندي صفر، شنو غيتبعها؟ جوج، إذا هنا غتكون عندي جوج، أربعة، ستة، 8. لاحظوا هاد النقطة اللي بالزرق فين كانت هاد الإسقاط، فين جانا؟ جانا ما بين 8 و 10، ما بين 8 و 10. شنو اللي كاين ما بين 8 و 10؟ كاينة التسعود. إذا المنتصف ديال 8 و 10 كاينة التسعود، وبالتالي مبيانيا مبيانيا نجد دونك تي أن دومي تساوي تسعود. تسعود ماذا؟ شوفوا الوحدة هنا مينوت، تسعود دقيقة، تسعود مينوت. فوالا، إذا هادي هي الطريقة باش كنحددو زمن نصف التفاعل. ثم السؤال 9 يقول احسب السرعة الحجمية لتكون ثنائي اليود عند اللحظتين تي 0 تساوي 0 و تي 1 تساوي 20 مينوت، فصل النتائج المحصلة عليها.
إذا باش نحسبوا السرعة الحجمية كنطبقوا القاعدة التالية. إذا في تساوي 1 على في في دي دو اكس سير دي تي. ولكن هذه القاعدة هذه كنطبقوها إذا كان عندنا في المنحنى في اكس، حنا ما عندناش اكس، عندنا اي جوج، إذا خصنا عاوتاني ندخلوا اي جوج هنا في هذه العلاقة هذه. ثم من بعد كنكتبوا ولدينا دونك عندنا كنعرفوا بأن اكس شنو كتساوي، كتساوي اي جوج فوا في توتال. هذه قاعدة بينها وقبيلة وخدمت بها شحال من مرة، هي اكس تساوي جوج في توتال، يعني التقدم كيساوي التركيز في الحجم. خصكم تعرفوا بأن هاد اكس راه هو ان، راه فحال فحال ان بطبيعة الحال كمية المادة ديال داك العنصر المتكون، حنا كنهضرو هنا على اي جوج. إذا هنا عوض اكس غنعوضها بإي جوج فوا في توتال، وبالتالي غتولي عندي في تساوي واحد على في في. إذا دي عرفتها واحد القوس ديال إي جوج فوا في توتال، وغنسد داك القوس اللي فتحت وغنقسمو كلشي على دي دو تي، نقسمو كلشي على دي دو تي. هنا غادي تلاحظوا بأن بالنسبة للفي توتال راه ثابتة، الحجم الكلي ثابت، وبالتالي ما خصوش يبقى في الداخل ديال الشقاق، كنخرجوا على برا حيت في توتال كتساوي واحد، إذا كنخرجوها. بينما المتغير هو إي جوج، إي جوج هو اللي كيتغير، هنا تلاحظوا بأنه غادي وكيتزاد. إذا في توتال غنخرجوها، ملي غنخرجوها أصلا هي كاينة في الباص، إذا غتبقى في الباص، وبالتالي غتولي في توتال على في، إذا خرجتها في دي ديال إي جوج على دي دو تي. وهنا في توتال راه هي واحد الحجم الكلي، وهاد في هادي الكبيره راه حتى هي الحجم ديال الخليط كامل، والحجم ديال الخليط هو واحد، يعني فحال الا درتي واحد على واحد، وبالتالي شنو غيطرى كتخصز البيا، حيت هاد في توتال راه هي نفسها اللي لتحت، اذا كنخصز له شنو كيبقى لنا دي جوج على دي تي. اذا باش نحسبوا السرعه عند اللحظه زيرو، اذا في زيرو شنو غنديروا، اذا خصزنا بفي، اذا غادي نديروا دي ديال اي جوج على دي دو تي تساوي، كنخسر جوج ديال النقاط، اذا كنفتح واحد الكاسر ثم كنختار نقطتين. اذا عند اللحظه تي تساوي صفر، عند اللحظه تي تساوي صفر هي هذه، دونك هي النقطه ديال الخطر، احنا رسمنا المماس ديالها، غالبا المماس كترسم لكم حتى لو ما تعطاش لكم في التمارين، انتم كترسموا، يعني كترسموا عند هذيك اللحظه اللي قال لك، مثلا الا قال لك عند اللحظه 20 كدير اسقاط عند اللحظه 20 وكترسم داك المماس، الا قال لك عند اللحظه 30 كترسم المماس في ديك النقطه. اذا غنختار جوج ديال النقط بالنسبه للمنحنى، غتختار اي نقطه بغيتي والجواب ديالك غتعتبر صحيح. اذا مثلا انا غنختار هذه النقطه هذه حيت باينه، اذا غندير اسقاط على محور الاراتيل، شحال غنلقى 0.08، اذا 0.08 هاد 0.08 الى درت اسقاط على محور الافاصيل الارتوب ديالها المفصول ديال عفوا غنلقاو كيساوي 10، اذا على 10 ناقص، غنختار نقطة أخرى، ممكن تختاروا هنا أي نقطة فيما بغيتي في هذا المماس هذا، خذ أي نقطة تعرف الجواب ديالك صحيح. أسهل نقطة غنختار هنا هي هذه، حلاش؟ حيت هذه صفر صفر، الأرتب والأفصول باينين، إذا غنقسم لها زيرو ناقص صفر، وإلا حسبتو غادي تلقاو بأن في زيرو تساوي، هذه إلا حسبتيها غتلقاها غتلقى 8 في 10 أس ناقص 3، 8 في 10 أس ناقص 3، دونك الوحدة هي المول، شوفوا إي جوج ها هي مكتوبة عندكم، المول في اللتر موان زان، وقسمنا على دلتا تي، دلتا تي باش عندنا؟ عندنا بالدقائق، يعني في المينوت موان زان، حيت دلتا تي راه كاينة في المقام، إذا ملي غنطلعو على الباص كترجع أس ناقص 1، وإلا بغيتي تكتبها كتابة علمية هي 8 مليمول، إلا بغيتي تحيد هاد 10 أس ناقص 3، 8 مليمول في اللتر موان زان في المينوت موان زان، بحال بحال. دابا غنمشيو لفي واحد، يعني عند اللحظة تي تساوي واحد، غندير نفس الحاجة، إذا في واحد تساوي دي ديال إي جوج على دي دو تي، على دي دو تي، دونك تساوي غنفتح واحد الكاسر، عند اللحظة عند اللحظة تي تساوي 20 هي هادي، إذا حنا رسمنا المماس، غنختار هنا جوج ديال النقاط، غتختار جوج النقاط اللي بغيتي، مثلا أنا غنختار هاد النقطة، نختارو مثلا هاد النقطة هادي، هادي باينة، دونك غندير إسقاط على محور الاراتيب، دونك هاد النقطة هادي غادي تلاحظوا هنا كاينة 0.08، هنا نورمالمون غادي تكون 0.1، إذا هاد الإسقاط جاني ما بين 0.08 و 0.1، إذا شنو غيكون 0.09، دونك 0.09، دونك الأفصول ديال هاد النقطة غندير إسقاط هنا، هنا، حنا كنعرفوا بأننا كنزيدو بجوج، إذا 20، 22، 24، 26، إذا على 26. ناقص غنختار واحد النقطة أخرى، النقطة أخرى اللي غنختار مثلا غنختار نختارو شي نقطة أخرى هنا، مثلا غنختارو هاد النقطة هادي على سبيل المثال، نختارو هاد النقطة، وهنا بإشارة فقط، راه ممكن تختار أي نقطة، مثلا غنختار هادي، دونك غادي ندير إسقاط على محور
الاراتيب. هنا غنلقاو 0.07 حيت جات ما بين 0.06 و 0.08، اذا 0.07. ثم ناقص غنحدد الافصول ديالها، الافصول ديال النقطه، اذا غنديروا اسقاط هنا دونك غادي نلقاو جينا هنا، اذا 10 12 14، اذا ناقص 14 ناقص 14. دونك الى حسبتي غادي تلقى تساوي 1.66 في 10 اس ناقص 3 وبالوحده ديالها. دونك هاد 1.66 راه هي تقريبا في 1 راه هي تقريبا 1.7 في 10 اس ناقص 3، والوحده هي المول في اللتر موان زان في المينوت موان زان في المينوت اس ناقص 1. فوالا. ثم السؤال ما يقول فسر النتائج المحصلة عليها. لاحظوا هنا في 0 مع في 1، في 0 كانت كتساوي 8 في 10 اس ناقص 3، في 1 كتساوي 1.7 في 10 اس ناقص 3. إذا شنو اللي وقع؟ أن السرعة نقصت، السرعة الحجمية نقصت. علاش هاد السرعة الحجمية نقصت؟ راه الجواب باين، لأن التركيز ديال المتفاعلات كيتنقص، لأن التركيز ديال المتفاعلات في البداية كيكون كبير، ومادام أنهم كيتفاعلوا التركيز كينقص، بما أن التركيز كينقص إذا السرعة حتى هي كتنقص، كتنقص السرعة ديال التفاعل حتى كتنعدم، يعني حتى كيتوقف التفاعل، وبالتالي غادي نكتب هنا تتناقص السرعة الحجمية، السرعة الحجمية للتفاعل مع الزمن بسبب تناقص تركيز المتفاعلين. وحنا كنعرفوا بان التركيز راه هو يعني كتعتبر من عوامل الحركيه، اذا لان تركيز المتفاعلين من العوامل الحركيه. حنا شفنا في الدرس بان التركيز ودرجه الحراره راه كيأثروا في السرعه ديال التفاعل. اذا كانت هذه النهايه ديال السلسله الاولى، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. اذا عندكم اي سؤال ولا استفسار منزلوش خليوا لي في التعليقات اسفل هذا الفيديو. هذا السلسله رقم 2 والسلسله رقم 3 ايضا غتلقاوها في الصندوق ديال الوصف. كنتمنى لكم التوفيق ودمتم في امان الله وحفظه.